أخبار اليوم. أودي حق البلد عليهم زي ما احنا بننتمي ليها بالاسم، محل الإقامة، محلات كتيرة. حق البلد عليهم إن هم ينزلوا عشان يقفوا جنبها في ظروفتي. أظني أعتقد إنه حوادث الإرهاب اللي حصلت في الأيام الأخيرة مؤشر خطير، مؤشر بيؤكد إن مصر مستهدفة. إذن لابد إن احنا كلنا نكون على قلب رجل واحد. أنا بتصور ده واجب وطني وواجب ديني، واللي يتخلى عن الواجبات دي مثل هذه الظروف بتصور ان هو انسان غافل. مش هقول حاجه ثانيه اكتر من كده، غافل. دايما في انتقاد بيوجه للتلفزيون المصري بالتقصير في توعيه المواطن، سواء باهميه الانتخابات او المرشحين اللي نازلين نفسهم. انا مش هدافع عن التلفزيون، الشاشات كلها قدام الناس. التلفزيون المصري الحق هو اللي انتبه ان في عمليه انتخابيه، اتفرجي على باقي المحطات وشوفي برامج المنوعات موجوده، برامج الاثاره موجوده، توافه الامور بتناقش وكان مفيش انتخابات. ليا الفخر ان انا اشتغلت في المرحله الانتقاليه بكل صعوباتها. ليا الفخر ان تلفزيون بلدي كل ما بيتهاجم بعرف ان هي ناجحه، لانه لو شيء ما يفيد اللي بيجهده انما ما زال هو صوت البلد، صوت الدوله، ولن يصمت ولن يخرس صوت الدولة. طيب حضرتك شايفة ان نسبة مشاكل تمام الاعباء اللي احنا فيها، المشاكل والتحديات اللي احنا فيها، انما انا بقول لك ما زلنا مصرين، لانه برضو انا في وظيفتي مش من منطلق البرستيج، لكن من منطلق ان دي مسؤولية وطنية وما تعودتش ان انا اقبل. طيب كيف يستعيد التلفزيون المصري المشاهد مرة اخرى اللي خطفته القنوات الفضائية؟ مجموعة إجراءات ما أقدرش أقولها الوقت في مكانه، بس هي مجموعة إجراءات لابد يبقى فيه انتباه للدولة المسبيرو، انتباه حق، مش لأن أنا بديهم 220 مليون جنيه في الشهر، لا، انتباه جملة إجراءات مطلوبة لترتيب البيت الإعلامي الرسمي والخاص.